في إذن لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، قامت جمعية الأرمان إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمساهمة في توصيل 1200 وصلة مياه لمنازل الأسر المتعففة في عدد من القرى بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.